أشكره جزيل الشكر قناة شوف تي في على هذه الزيارة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذه الخطوات وأن يجعلها في ميزان حسناتكم. الله العالمي قارئ وإمام، السن 31 سنة، بمدينة الرصاني قصر ولاد الوالي بنواحي الرشيدية. حفظت القرآن على يد بعض الشيوخ من تافيلات، جزاهم الله عنا أحسن الجزاء. فمن هناك انتقلت إلى مدينة وجدة لتلقي ولدراسة العلوم الشرعية على يد الشيخ مصطفى بن حمزة، الذي كان سببا في حفظي للقرآن الكريم، يعني بعد الله سبحانه وتعالى، يعني والفضل يعود للأب جزاه الله خيرا وشفاه الله، ولمعلمي وأستاذي الذي كنت أدرس عنه في سن الابتدائي السيد نور بالقاسم جزاه الله خيرا، وهو حاليا مدير بنواحي مدينة العيون الشرقية. فأشكركم جزيل الشكر. النصيحة التي أقدمها للشباب المغربي أن يهتموا بالقرآن، لأن خير الكلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فيعني الآباء، أنا كنصح أولا الآباء يحفظوا الأبناء ديالهم القرآن الكريم، لأن يعني الابن اللي كتحفظ القرآن الكريم نقول له غير سير ولا هذه، ولو أنه يخطأ، لأن من طبع ديال الإنسان أنه كيغلط، ولو أنه يغلط فيعني عنده واحد الدستور، يعني اللي غادي يرجعوا، يعني غادي يغلط ولكن عنده دستور، يعني وهو القرآن، دستورنا وهو القرآن، هو اللي غادي يرجعوا إن شاء الله. السبب لتقليد المقرئين الكبار وهو الفضل يرجع إلى الأب جزاه الله خيرا، لأنه يعني عندما كنت صغير، ملي كنت صغير مسكين جزاه الله خيرا، كان كيجيب لي ديك الوقيته كان غير كاسيت، كان كيجيب لي بعض الأشرطة ديال الكاسيت، ونعقل في أول مرة جاب لي كاسيت ديال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، والمرة الثانية جاب لي الكاسيت ديال الشيخ خليل الحصري، وانتم تعلمون يعني الصغار يعني من هناك يعني ينطلق العلم والتعليم في الصغار، كنقشي على الحجرة، يعني من ديك الوقيتة الوالد بقى رباني على هذا التقليد هكذا، والحمد لله. ومع ذلك يعني اخترت يعني القراءة ديالي، يعني مع المناسبة، يعني مع الزيارة ديال قناة شوف تي في جزاهم الله خيرا، اللي بغى يسمع راني داير واحد القناة، يعني دايرها على الاسم ديالي، القارئ عبد الله العالمي. فولله الحمد، وسألت له إن شاء الله بعض الآيات بينات إن شاء الله، يعني سأقلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مباشرة إن شاء الله، الشيخ السويديس إن شاء الله، ويعني ومرة أخرى إن شاء الله سأقلد يعني العديد من القراء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا بني لا تقصص رؤياك على
إن الشيطان للإنسان عدو الشيطان للإنسان عدو مبين من بين الطرائف اللي وقعت لي على حسب التقليد اني انا كنت يعني امام ولازلت اماما وكنت كنصلي بالناس التراويح يعني والعديد من الناس كيجي ولكن نحكي غير وحده منهم. يعني كان جا عندي واحد السيد وجا عندي قال لي تبارك الله عليك وما شاء الله عليك، قال لي علي تبارك الله عليك لا انت ولا دوك الربعه ولا خمسه اللي كيصليو معاك يعني التراويح كلهم ما شاء الله عليهم، لاني يعني وانا كيحكي غير عليا انا ما بغيتش يعني الاخر يعني نزيد الاخر كذا. قلت له جزاك الله خيرا، فاني ولله الحمد يعني انا عندي ولله الحمد والكل بفضل الله سبحانه وتعالى ان يعني الناس يعني ياتونني يعني من كل مكان يعني هنا في مدينه وجده. يعني وكنحاول اني كل ركعتين يعني كما كنقول كل تسليمه كنديرها بواحد المقرئ، لان الناس يعني كل واحد والمقرئ اللي كيعجبو يعني. وكنبغيو ان رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الناس ونحبوا الناس يعني في القران يعني وكنشكر بزاف يعني الناس اللي كانوا كيجيو يصلوا معايا، واشكر جزيل الشكر الاخوان اللي جاوا مساكين وتعبوا معنا قناه شوف تي في. كنشكرهم جميعا ولكل واحد باسمه، الاخ ديالنا سيدي طريق هنا بمدينه وجده، واشكر جميع اعضاء قناه شوف تي في على انحاء المغرب وعلى في العالم باكمله. فاسال الله سبحانه وتعالى يحفظكم في حلكم وفي ترحالكم وبارك الله فيكم. يعني واللي بغى يزور يعني القناه ديالي كما حكيت لكم يعني عندي واحد القناه يعني متواضعه المبتدئ فيها، سميتها قناه يعني القارئ عبد الله العالمي، القارئ عبد الله العالمي. ومن هنا احييكم وجزاكم الله خيرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.